السلام عليكم، ازيكم شباب؟ ان شاء الله هنكمل النهارده بقيه الكورس بتاعنا بعد معاناه. يعني معلش بعتذر على اللي حصل النهارده، يعني معاناه مع التابلت ومعاناه مع السوفت وير نفسه، مش راضي يسجل. احنا اصلا يعني سايب لينكس اساسا وداخل ويندوز عشان اعرف اسجل من عليه، فمش راضي يشتغل من الاصل. فيعني شويه معاناه حلوين يعني، بس الحمد لله بعد معاناة اشتغل. هنبدأ ان شاء الله نكمل بقية الكورس بتاعنا. لو انتوا فاكرين اخر مرة، حد فاكر اخر مرة كنا اتكلمنا عن موضوع ايه؟ اخر حاجة خالص كنا اتكلمنا عليه من زمان قوي كده، من يجي شهرين كده ولا حاجة، شهرين يجي 3 4 شهور يعني. حد فاكر اخر موضوع كنا اتكلمنا عنه؟ ولا واحد فاكر اي حاجة؟ ايوه، كان ايه بالظبط في الاستورج لو انتوا فاكرين؟ كان موضوع الريد. تقريبا مفيش الا مهاب بس، صح؟ كنا خدنا ال LVM المره اللي فاتت، خدنا ال LVM ولا لا؟ مفيش ولا واحد عارف احنا خدنا ايه اصلا. طيب على ما افتكر يعني احنا كنا اخر حاجه كنا خدناها الريد. ال LVM ما كناش لسه خدناه. ال LVM في حاجتين هديها لكم جديده، مش جديده قوي يعني، بقالها فتره كده موجوده، مش فتره، بقالها كام سنه اساسا، الناس كلها تقريبا بتستخدمها دلوقتي حاليا في داتا سنترز. بس لازم اجهز لكم شويه حاجات عشان اطبقها، عشان اوريكم بعينيكم الامكانيات بتاعه ال LVM اللي ممكن تستخدمها فعليا يعني. وهوريك حكايه، او يعني هوريك بنفسك كده موضوع الهايبرد ستورج. حد سمع قبل كده عن المصطلح ده؟ حد سمع عن المصطلح بتاع الهايبرد ستورج ده؟ تعالى كده اقول لك على حاجه صغيره. ايه موضوع الهايبرد ستورج ده يا حسام؟ قول لي كده بسرعه. هوريك اهو حالا كده، المفروض تكون انت شايف كل حاجة عندي. طيب ايه بقى موضوع الهايبرد ستورج ده؟ ها، تعال نكبر ده كده شوية بقى، ونبقى ايه شايفين الكلام بشكل افضل. هو عبارة عن ستورج وهمية. لا مش ستورج وهمية خالص، لا برضو، لا دي حاجة غلط. بس يعني بص يا سيدي، حاجة مهمة جدا عندك وانت سيستم ادمن، ان اي ستورج سيستم ايا كان، مش هقول لك مهم، لا ده فوق المهم بشوية، ان الاستورج سيستم بتاعك ده او الاستورج اللي موجوده عندك دي تكون فليكسبل معاك. يعني ايه فليكسبل؟ يعني تخيل كده انت عندك دلوقتي عامل انستول للابلكيشن بتاعك، الابلكيشن وليكن دي بي 2 او اوراكل او ساب او ايا كان، اي حاجه انتربرايز يعني، خلاص جاب سبلانك مثلا ومشغله، بغض النظر عن الاسم هو ايه، الداتا بتاعتك كبرت جدا، خلاص عندك يا عم سي سي تي في سيستم كتيره جدا شغال في مؤسسة أمنية مثلا ولا حاجة، وعندك سي سي تي في سيستمز بترمي على ستورج كبيرة جدا، فالستورج عندك ما عادتش مكفية النهاردة. عادة لما أنت بتخزن حاجاتك كلها، بتخزن كلها في مكان واحد، في بارتيشن واحد، يعني أنت بتقول الأبلكيشن لما تيجي تخزن خزن في المكان الفلاني. طب لو المكان ده أصلا المساحة ما عادتش مكفية، بيبقى الحل بالنسبة لك إيه؟ والله في ناس بتقول لك بص يا عم الحاجات القديمة شيلها ارميها، أو انقلها على ستورج تانية او اركايف بقى ترجع له كمان سنة اتنين لما تحب ترجع له ترجع له. وفي ناس تانية بتقول لك لا يا عم ده انا ما ينفعش عندي الكلام ده، ده انا لازم السيستم بتاعي تكون عنده ستورج، او الستورج اللي موجودة عليه الاكتف لحد اخر 6 شهور، فرضا حصل تفجير مثلا ولا حاجة، وعندك التسجيل بتاع سي سي تي في دون، وعايز ترجع لاخر شهر فات او لاخر شهرين فاتوا وتشوف مين اللي كان معدي في الشارع في الوقت ده.
فرضا يعني، دي حاجه فرضيه بسيطه جدا. طيب بلاش كده يا عم، انت عندك ستورج كتيره جدا فرضا، يعني اوهم نفسك ان انت فيسبوك وعندك ستورج كتيره جدا فيديوهات، والناس راحت تشوف الفيديوهات دي اللي متسجله مثلا في اخر اسبوعين ثلاثه، اخر اسبوعين ثلاثه عن فيسبوك، يعني انا بكلمك في حجم داتا مهول، تمام؟ طيب مساحه الاستورج انت متخيلها هتبقى قد ايه؟ يعني تخيل كده حجم الاستورج يبقى قد ايه. فتخيل لو الاستورج بتاعتك دي بقى مش فليكسبل، يعني ايه؟ يعني لما تحب تزودها مش هتعرف، او تحب تقللها مش هتعرف. يعني لو كان عندك الداتا النهارده مساحتها 300 تيرا، بلاش 300 تيرا، مساحه الداتا اللي كانت عندك يا عم كانت 500 بيتا بايت، الداتا اللي عندك دلوقتي 500 بيتا، انت ما عدتش اصلا مستخدم منها الا 50 بيتا بايت. طب وبقيه الاستورج دي عايز تستخدمها لابلكيشن تاني، عايز حد تاني ياخدها، ها ايه الحل؟ ازاي عايز تقول للستورج يا ستورج انا ما عدتش عايز المساحه الكبيره دي، قال لي او يا ستورج انا المساحه اللي عندي اللي انا كنت واخدها منك دي قليله قوي، كبريها لي شويه انا عايز اكبرها. من اكتر المآسي اللي هتقابلك، من اكتر المآسي مأساة فعلا، ان انت تقول لسيستم ادمن اعمل لي ريسايز للبارتيشن ده، دي مأساة فعلا. عارف مأساة ليه؟ تخيل كده لو السيستم الباور بتاعه فصل، تخيل ايه اللي هيحصل على طول؟ كوربشن في الفايل سيستم، حصل داتا لوس، لو مفيش عندك باك اب البس يا معلم، هتاخدها في العضل ان شاء الله بالمنظر ده. يعني اخطر حاجة ممكن تعملها في حياتك ان انت تعمل ريسايز للفايل سيستم، خلاص كده. طيب خلينا متفقين ان عملية الريسايزنج للفايل سيستم دوم، او ريسايزنج لفيكسد بارتيشن في حد ذاته، دي مصيبة. طيب كلام جميل. طيب ايه الحل بقى؟ الحل الناس بتوع لينكس كده جم من فترة، من زمان قوي يعني، مش من فترة، من زمان قوي، وعملوا حاجة جديدة خالص اسمها ال LVM. خلاص ايه بقى موضوع ال LVM ده؟ تعالى هنا كده، ال LVM ده اختصار للوجيكال فوليوم مانجمنت، لوجيكال فوليوم، بنسميه لوجيكال فوليوم مانجر او لوجيكال فوليوم مانجمنت، الاسم اللي يعجبك فيهم. طيب ايه بقى وظيفته في الحياة؟ بص لي كده، اول كلمة في المصطلح ده اسمها لوجيكال. خليك فاكر، طالما قلت لك لوجيكال انسى اي حاجة فيزيكال عندك، يعني الفيزيكال ليميتيشنز اللي كانت موجودة قبل كده انساها، خلاص كده. طيب يعني ايه برضو؟ يعني لو كان عندك ديسك، الديسك ده موجود اهو، مساحة الديسك ده 500 جيجا، خلاص، ودي ده فيزيكال ليميتيشن، يعني لو عندك ديسك مساحته 500 جيجا انت عايز تكتب عليه 600 جيجا، ينفع تكتب 600 جيجا داتا على ديسك اصلا مساحته 500؟ ما ينفعش، ما ينفعش اصلا، خلاص. طيب الحل للموضوع ده ان انت تستخدم حاجه زي ال LVM. هيعمل لي ايه ال LVM ده؟ بص لي كده، الفيزيكال ليميتيشن 500، قال لك بص كده يا عم، حد ديسك تاني جنبه وضم الاثنين مع بعض بشكل لوجيكال، بحيث ان في الاخر المساحه اللي تظهر لك كانها مجموعهم اللي هي تبقى كام؟ 500 و500 تبقى 1000 جيجا، خلاص كده؟ ها حد عنده اي مشكله في الحكايه دي؟ كلام جميل. يبقى دي اول ميزه في ال LVM، دي ميزه، دي يعني دي اهم حاجه او دي احسن حاجه موجوده فيه. طب تعالى كده نتكلم بقى بشكل تكنيكال شويه، احنا كده خدنا الفكره او ليه انا عايز ال LVM. هكلمك في ال LVM ده في مواضيع ادفانسد فيه، بس خلينا نبدا واحده واحده الاول، نتكلم كده على شويه مصطلحات في ال LVM عشان لما نيجي بعد كده نتكلم عنها او لما اقولها في وسط الكلام ما تتخضش وتقول ايه اللي الراجل ده بيقوله، تمام كده؟ طيب تعالى كده نتفاهم على او كده نتفاهم في موضوع ال LVM كده. بص لي يا سيدي، ال LVM كله كل فكرته قايمه ان انت هيكون عندك اكتر من ديسك، ادا ديسك ادا التاني ديسك او بارتيشن بالمناسبه، خلاص.
يعني ده ممكن يكون بارتيشن او ديسك، مشيها ديسك في الاول، مشيها ديسك في الاول مش فارقه معايا في اي حاجه. بالمناسبه ها ده عباره عن ايه؟ كل واحد من دول عباره عن ايه؟ ها ده عباره عن فيزيكال ديسك صح؟ ده الديسك نفسه الفيزيكال، مفيش اي اختلاف، مفيش اي معلومه جديده قلتها لك. بص لي بقى كده، ال LVM بنفسه ما بي او ال LVM كده مع نفسه ما بيعرفش يتعامل مع اي فيزيكال ديسك. ايه تاني كده؟ تاني ال LVM ما بيفهمش اي حاجه فيزيكال، خلينا نكون متفقين على كده. امال ال LVM بيفهم ايه؟ ال LVM عايز ها يتفهم بشكل لوجيكال، لان زي ما قلت لك ها بيضم لك اكتر من ديسك مع بعض، فلما يضم ده اكيد لما يضمهم مع بعض مش هيضمهم بشكل فيزيكال، هيضمهم بشكل لوجيكال. يبقى خلينا نكون متفقين ان ال LVM مش هيفهم ايه، مش هيفهم اي حاجه فيزيكال، هيفهم لوجيكال فقط. طب ال LVM لما يجي يفهم هيفهم دلوقتي اللوجيكال ده، او اسف الحاجه اللوجيكال اللي موجوده عندي دي، هل هي ديسك؟ لا، بقى اسمها فوليوم. يبقى انا اول حاجه عندي ان انا احول الفيزيكال ديسك ده، اعمل عمليه كونفرت، احوله من فيزيكال ديسك اخليه يبقى ايه؟ ها اخليه يبقى لوجيكال فوليوم. تمام كده، متفقين؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ طيب بعد ما حولته اللوجيكال فوليوم هجمعهم مع بعض، هخلي ال LVM يجمعهم لي مع بعض. لما يجمعهم مع بعض كده اهما، المربع ده شكله سيء جدا، تعال نظبطه شوية. تعالى نظبط الوورد ده. تمام كده اهون. لما جمعتهم مع بعض كده بقى اسمهم ايه؟ ها لما تجمعوا مع بعض التجميعة كلها، يبقى كل واحد من دول بعد ما حولته بقى اسمه لوجيكال فوليوم. انما لما جمعتهم مع بعض كده بقى اسمهم ايه؟ ها فوليوم جروب. خلاص كده، يبقى لما انت خدتهم كده قلت لل LVM يا LVM اضربهم لي في الخلاط وجمعهم مع بعض بقى اسمهم ها فوليوم جروب. ماشي. طيب خلينا بس كده ناخد كمثال. بص لي كده، لو كان ده مساحته مثلا 5 جيجا وده كمان 5 جيجا وده 3 جيجا، لو انت فاكر في الريد كنت بقولك لما تيجي تعمل ريد حاول دايما تختار الديسكس او البارتيشنز اللي هتعمل الريد عليها نفس المساحة، صح؟ فاكر الحكاية دي؟ وقلتلك لو انت جبت ديسك او بارتيشن، او لو جبت مجموعة ديسكات او مجموعة بارتيشنز وخليت كل واحد فيها 50 جيجا وجيت على واحد بس خليته 10، ها الريد هيتعامل معاهم كلهم كأن مساحة كل واحد فيهم 10. فاكر الحكاية دي؟ حد فاكر؟ خليك فاكر الحكاية دي، دي كانت في الريد. طب في ال LVM قالك لا 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 استنى، عندك ال LVM يا ريس ممكن يكون عندك بارتيشن مساحته 5 جيجا وبارتيشن تاني مساحته 2 جيجا وبارتيشن تاني مساحته 100 جيجا وبارتيشن رابع مساحته 600 جيجا، ولا فارق معاه في اي حاجة، المساحات مش فارقة معاه. خلاص كده. طب هي المساحات مش فارقة معاه ليه اصلا؟ المساحات ليه مش فارقة معاه؟ بص لي كده، تعالى كده امسح الحكاية بتاع دي الخطوط دي كده. يلا يا عم من هنا. بص، عارف ال LVM شغال ازاي؟ لما قلت له كده اعمل لي الفوليوم جروب، ها راح رايح على ده مساحته 5 جيجا صح؟ البارتيشن او الديسك ده كله مساحته 5 جيجا. بص كده، راح مقسمه حتت وقسمه حتت بالتساوي اهو، وراح لده نفس التساوي بتاعها قسمه هو كمان بحتت متساويه.
قطع، اتقسم لقطع، لا مش لم، ما تقعدش تخترع بقى. كل قطعة من دي اسمها physical extent، حتة كده يعني physical extent. خلاص تمام كده. فلما انت جيت قلت له ضمهم لي مع بعض واعمل لي الفوليوم جروب، راح جاي على كل واحد فيهم، هيا يا عم اللي مساحتك 5 جيجا انا هقسمك مثلا وليكن ل 500 فيزيكال اكستنت، وانت 500 وانت 300 فيزيكال اكستنت، تمام كده. طب لما يجي بقى لما تيجي انت بعد كده تالوكيت المساحه في ال في ام، بعد كده لما انت تيجي تالوكيت المساحه في ال في ام، ال في ام لما انت تكريت الفوليوم جروب قلت لك بيعمل ايه؟ بيضربهم في الخلاط كده ويديك المساحه الاجماليه بتاعتهم. فبص لي كده، في حالتي ديا، في الحاله اللي انا فيها ديا، هتبقى المساحه اللي هاخدها من الفوليوم جروب قد ايه؟ ها 13 جيجا، تمام ممتاز. هل انا اقدر اخد ال 13 جيجا دول، هل انا اقدر اخد ال 13 جيجا دول وارجع اقسم منهم كانهم ديسك كده مستقل بذاته؟ ايوه. يعني ممكن اجي على ال 13 دول كده اقسمهم كالاتي، اعمل لي واحد 7 خلاص، واعمل لي واحد 5، واعمل لي واحد اخير مساحته 1 جيجا. ينفع اعمل كده؟ ايوه ينفع تعمل كده، مفيش اي مشكله خالص. ايوه انا قلت لك لما تضربهم في الخلاط هيطلع لك حاجه واحده، زي ما الراجل ده بيقول اعتبرهم انهم بقوا ديسك واحد لوجيكال، مش اعتبرهم، هم فعليا بقوا كانهم ديسك واحد لوجيكال، تمام كده. طب لما يجي يكتب الداتا بقى يا ريس، لما يجي يكتب الداتا هتتكتب ازاي؟ قال لك بس ثانيه واحده، ابدا املى من اول اكستنت فاضيه عندك، اهو بدا ملى اول اكستنت، ها اتملت، ابدا خش على اللي بعدها، اتملت خش على اللي بعدها، وهكذا لحد ما كل ده يبقى اتملى كده خلاص شكرا، يبدا ينقل على مين يا عم؟ على اللي بعده اهو، فرضا ان السبعة جيجا اللي انت كنت حاجزهم واخدين لحد هنا، هيبدا يكتب لحد ما يوصل للمساحه اللي انت كنت حاجزها، تمام. انت عارف ده معناه ايه؟ ها عارف ده معناه ايه؟ ان كل لوجيكال فوليوم انت عملته له عدد معين من الاكستنتس، في نمبر من الاكستنتس بيمثله. يعني ايه؟ يعني كل اكستنت فيهم ليها ايه؟ ليها سايز محدد. خليك فاكر الحكايه دي قوي. تاني كل اكستنت بتبقى موجوده عندك، كل واحده من دول دي كده ليها حجم معين، واللي جنبها ليها نفس الحجم، واللي جنبها لها نفس الحجم، وهكذا. طيب الديفولت، الحجم الديفولت عندك لو انت ما قربتلهاش وانت بتكريت ال في ام، الديفولت اكستنت سايز كام ميجا ولا كام كيلو؟ الديفولت اكستنت سايز 4 ميجا. خلاص كده؟ الديفولت اكستنت سايز عندك كام؟ ها 4 ميجا. ده معناه ايه؟ معناه ان لو انت مثلا عايز تعمل لوجيكال فوليوم، لو عايز تعمل فوليوم مساحته 7 جيجا، عارف ده معناه انت عايز كام اكستنت؟ ها حد يقدر يحسب؟ 4. الواحد جيجا محتاجه كام اكستنت كده؟ ها الواحد جيجا محتاجه كام اكستنت؟ اقسم بقى 1024 على 4 محتاجه كام يا عم؟ ال 1000 على 24 بكام؟ 250 صح؟ و 24 على 4 فيها 6 يبقى 256، يبقى الجيجا الواحده محتاجه كام اكستنت؟ 256، يبقى اللي انت محتاجه عباره عن كام؟ 7 في 256، ده عدد الاكستنس اللي انت محتاجها. 7 في 256 بالظبط
هتبقى حوالي كام؟ 6 في 1000 في 256، ها 1512، لا ثانية واحدة، 1536 زائد 256 يطلع لك 7 × 256 صح، 1792. يبقى انت لما جيت قلت له انا عايز فوليوم مساحته 7 جيجا، كأنك قلت له احجز لي كام اكستند، ها 1792 اكستند. ها ايه رأيك؟ طيب دلوقتي بقى في حاجة، دلوقتي في حاجة عايز اقول لك عليها بس عشان ما تتخضش، اللي هي ايه؟ تخيل انا قلت لك الديفولت اكستند سايز كام ميجا، ها الديفولت كام؟ 4 ميجا صح. طيب افرض ان واحد، افرض ان واحد راح جاي كده متزاكي وراح عامل فوليوم مكون من او الاول قبل الفوليوم لما جه يعمل بارتيشنز او يختار ديسكس، فخلى كل بارتيشن مساحته 500 ميجا. ايوه اعتبر الاكستنت زي البلوك بالظبط، هو مش زي البلوك قوي بس ممكن تعتبره في دماغك كده شبه البلوك. اصلا كل اكستنت بيحتوي على مجموعه بلوكس، كل اكستنت بيحتوي على مجموعه بلوكس ماشي. طيب بص لي بقى كده، واحد جه يعمل بارتيشن اصلا في البدايه قبل ما يحول لوجيكال فوليوم وقبل ما يعمل فوليوم جروب وقبل ما يعمل اي حاجه، خلاص قبل ما يعمل اي حاجه راح جاي عامله 500 ميجا. انت عارف 500 ميجا ينفع تقسم 500 على 4؟ ها ينفع تقسم 500 على 4؟ تعالى كده 500 على 4 طلع 125. طيب بلاش 500 يا عم، عملوا 510 على 4، هو ده اللي انا عايزه. خلى مساحه البارتيشن ده في الاول قبل ما يعمل اي حاجه 510 ميجا. 510 على 4 ها طلع عندك 127 ونص. مفيش حاجه اسمها نص اكستنت ومفيش حاجه اسمها ربع اكستنت، هو يا خدت اكستنت كامله يا اما بقيت المساحه بقت ويستد يعني راحه منك. تاني الحته دي، تاني لما تيجي تالوكيت البارتيشن بتاعك خد في الاعتبار لو انت حجزت مساحه المساحه دي ما بتقبلش القسمه على مساحه الاكستنت نفسها، فاعرف ان باقي القسمه هيبقى ضايع منك. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا رحت جاي كده حاجز لي يا عم 203 ميجا لبارتيشن، 203 203 ديا ومساحه الاكستنت 4 ميجا، ينفع تقسم 203 على 4؟ ما ينفعش، هيطلع عندك 50 وكسور. يبقى كم اكستنت عندك هتعرف تستخدمهم؟ هم 50. طب وال 3 ميجا الباقيين يا عم؟ ال 3 ميجا الباقيين قال لك دول رايحين منك ويستد. تمام كده؟ ها؟ حد عنده أي مشكلة؟ حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟ كلام جميل، يبقى تخلي بالك وأنت بتكريت البارتيشن، ها؟ الحجم بتاعه هيبقى ايه والاكستنت سايز هيبقى قد ايه ماشي. طيب كلام جميل ممتاز لحد دلوقتي. تعالى كده بقى نرجع، امسح لي كل ده وتعالى نرجع لاول حاجه خالص خدناها. يبقى مره ثانيه بعيد اهون، ادي الديسكات اللي موجوده عندي او الفيزيكال بارتيشنز، خلاص هضمهم مع بعض. الاول ها لازم احولهم لايه؟ لفوليوم. هيو كل واحد من دول عباره عن ايه؟ في الاصل فيزيكال بارتيشن. قال لك ال في اما ما بتفهمش معاه، قال لك خلاص حوله لي لايه يا عم؟ لفيزيكال فوليوم. يبقى حول لي البارتيشن لفوليوم.
طالما حولته من بارتيشن لفوليوم يقدر ال LVM يتفاهم معاه. ال LVM بيتفاهم مع فوليومز فقط خلاص، يبقى لازم تحول البارتيشن لفوليوم. خلاص بتحوله ازاي؟ مش مشكلتي دلوقتي، ده موضوع سهل جدا. تحول من بارتيشن لفوليوم يعني بص هو امر واحد، دي اسهل حاجه ممكن تعملها في حياتك. طب بعد كده قال لك جمعهم لي مع بعض، هتجمعهم معناها ان انت هتعمل ايه؟ اضربهم كده في الخلاط هيطلع لك مين يا عم؟ هيطلع لك الفوليوم جروب. بعد ما خدت الفوليوم جروب هتاخد مساحه كبيره قوي منه اللي هي مجموعهم كلهم مع بعض. هتاخد المساحه الكبيره دي ابدا قسم براحتك، والله عايز تخليهم كلهم فوليوم واحد، او عايز تكريت منهم اكتر من فوليوم. كل واحد من دول بالمناسبه اسمه لوجيكال فوليوم، يبقى كل واحد من دول عباره عن ها لوجيكال فوليوم. واضحه الحكايه دي؟ لا، الفيزيكال فوليوم هو ناتج عمليه التحويل من البارتيشن. خليك فاكر اهي دي الحته اللي الناس كلها بتغلط فيها بتبقى كونفيوزد في الاول. انا قلت لك ال LVM ما بيفهمش يعني ايه بارتيشن، بيفهم يعني ايه فوليوم. معناها ان انت لازم تاخد الفيزيكال بارتيشن ده تحوله لفيزيكال فوليوم. تمام، حولته لفيزيكال فوليوم، ابدا كريت منه ها الفوليوم جروب. بعد ما كريت الفوليوم جروب ها كده كانك ضمت الديسكات على بعض، ابدا قسم منهم زي ما تحب بقى، محدش يقدر يقول لك انت بتعمل ايه، الموضوع بالنسبه لك مفتوح. ها واضحه النقطه دي؟ حد عنده اي مشكله في الحته دي؟ طيب يبقى لو انت جيت كده، لو ترجمنا الكلام ده كده اللغه نفهمها، لو ترجمنا الكلام ده اللغه نفهمها، اول حاجه لازم يكون عندك فيزيكال بارتيشن. اكيد لازم يكون موجود عندك. بعد كده هتعمل كونفيرت من فيزيكال بارتيشن ها لمين يا عم؟ لفيزيكال فوليوم. تمام كده، من فيزيكال بي بي اللي هو ايه فيزيكال بارتيشن، بي في اللي هو ها فيزيكال فوليوم. بعد كده هتعمل ايه؟ هتعمل كرييت لمين يا عم؟ للفوليوم جروب. خلاص كده، من مين؟ ها من الفيزيكال فوليوم اللي عندك. بعد كده هتعمل كرييت لمين بقى؟ لللوجيكال فوليوم من الفوليوم جروب. بعد كده لما تيجي تماونت، لما تيجي تعمل ماونت، فاكرين الماونت؟ لما تيجي تعمل ماونت هتماونت مين فيهم؟ هل هتماونت الفيزيكال بارتيشن ولا هتماونت الفيزيكال فوليوم ولا الفوليوم جروب ولا اللوجيكال فوليوم؟ بص لي كده، هتماونت اللوجيكال فوليوم من اول هنا كده، هو ده اللي هتتعامل معاه. خلي بالك قبل ما هتماونت اللوجيكال فوليوم لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل لي كرييت للفايل سيستم الاول، بعد كده ماونت. اعتقد الخطوات واضحة، مش محتاجة اي اختراع، اعتقد واضحة. خليك فاكر من اول ما تعمل اللوجيكال فوليوم انسى البارتيشنز الاصلية اللي كانت موجودة. تاني من اول ما تتعامل مع اللوجيكال فوليوم، من اول ما تكريته انسى البارتيشنز اللي كانت موجودة قبل كده. هي موجودة، ما راحتش في اي حتة، وربنا هتلاقيها موجودة عندك على الجهاز. بس ما يجيش واحد بقى يخترع لي ويجي يعمل فايل سيستم يروح عامله فين؟ يروح عامله على البارتيشن نفسه. يا نهار اسود، انت كده بتهرج. خلاص، امال انا كل اللي بعمله ده من الصبح عمال اعمله ليه؟ يعني كل الجزء اللي انا عمال اعمله من الصبح ده كده ومطلع عيني في الحته دي ليه؟ فما يجيش واحد يتهبل في دماغه ها، وبدل ما يعمل فايل سيستم على اللوجيكال فوليوم يروح رايح عامل لي فايل سيستم على مين؟ على الفيزيكال بارتيشن نفسه. بتهرج انت بقى كده، ده كده اسمه تهريج. خلاص، ها حد عنده اي مشكله؟ اللي عنده اي نقطه واقفه عليه قول لي.
اللي عنده اي نقطه واقفه عليه قول لي. الداتا فين كل ده؟ ما قلت لك يا ابني لما بيجي قبل ما يعمل اي حاجه، لما بتيجي تعمل فوليوم جروب نفسه، ها اهو بتقول له حجم كل اكستنت قد ايه. الداتا بتتكتب على الاكستنتس دي، الداتا بتتكتب على الاكستنتس دي، على كل اكستنت داتا بتتكتب عليها. ما هو مش هيكتب داتا في الهوا برضو يعني. خلاص كده؟ ها اي حد يوقفني لو حد عنده مشكلة. خلي بالك احنا لسه هنتكلم على مواضيع قلت لك ادفانسد في ال في ام، محدش مش هتلاقي حد اصلا ناقشها، انا متيقن تماما مش هتلاقيها اصلا موجوده قدامك الا في حاجات كده مخابئ يعني. يعني لسه هكلمك على موضوع زي الهايبرد كاش اللي كلمتك عليه، خلاص، ولسه هكلمك او هكلمك على اقول لك ايه. خلي ولا نتكلم ماشي، هكلمك على ال في ام ميرورنج، ماشي، حاجه كده شبه الريد، الكاش، الميرورنج، ايه تاني، ازاي تسرع البرفورمانس بتاع ال LVM، هكلمك على ال LVM سناب شوتس. ايه تاني كان في موضوع خامس كمان كنت اكلمك فيه، ال LVM، في شويه حاجات كده في ال LVM جديده الناس في خلال الكام سنه اللي جايين هيبداوا يعتمدوا عليها، فانا يعني انا حابب ان انتوا تعرفوها يعني. فلو انت مش فاهم النهارده او عندك نقطه ضايعه هتلبس في المواضيع اللي جايه، لو عندك اي سؤال اسال. كلكم تمام الحمد لله. نخش امبلمنتيشن عملي على طول، نخش امبلمنتيشن عملي. تعالى كده نفتح في ام وير ونبدا نجرب. او بلاش كده خالص، تعالى ايه بار اوف المكنه دي، انا اصلا مش فاكر من اخر مره كنت معاكم كنا عملنا ايه اساسا. تعال نفتح كمان التيرمينال بتاعنا. الحمد لله كان عندنا شويه ديسكات موجوده هي من اخر مره، وده شيء ممتاز بصراحه. تعال بس كان نشوف الاي بي ادرس بتاعها ايه، لان انا والله ما فاكر اي حاجه، فانا ايه مضطر اي اف كونفج كده الحاجه دي. 153.136 SSH كده الروت 192.168.153.136 كده ممتاز ممتاز جدا. F disk dash L حلو قوي يا ما شاء الله جميل. تعالى بقى كده ناخد دي هنا، وانت يا عم استخبى دلوقتي عايزينك في حاجه. تعال امبلمنت بقى. ممتاز، بص لي كده. الاول md add او بلاش md add cat slash proc md stat، فاكرين كنا عاملين ريد؟ حد فاكر؟ ها كنا عاملين ريد موجود عندنا md 0 و md 1، حد فاكر من اخر مره؟ ها طب عايزين نوقف الريد ده، حد فاكر كنا بنوقف الريد ازاي؟ md add dash dash stop
سلاش ديف ام دي 0 ومين كمان يا عم وام دي 1 ستوب كلهم. بعد كده ممكن تقول له كده بالمناسبه تعالى كده افتح اتنين تيرمينال جنب بعض. وليه انا افتح اتنين تيرمينال جنب بعض؟ ليه افتح اتنين تيرمينال جنب بعض؟ هقول لك ليه دلوقتي حالا. فاكر كده مان ام دي ام وتعال ندور كده على زيرو اهو. زيرو سوبر بلوك خلاص تمام جدا. هقول له كده ام دي ام داش داش زيرو سوبر بلوك لمين يا عم؟ سلاش ديف ها اس دي بي 2 وديف اس دي دي 1 وديف اس دي سي 2 ومين كمان؟ اهم لو حد سألني انت بتجيب الكلام ده منين؟ اهم وربنا مش بخترع مش بخترع مش بجيب من دماغي. وفين كمان؟ وعندك اهم حبايبك اهم خلاص. في عندك كمان اس دي بي 1 ديف اس دي بي 1 مين تاني وديف اس دي سي 1 معلش زيرو سوبر بلوك الكلمة على بعضها كده هنا اهي بس خلاص خلاص كده. لو جيت تقوله كده اف ديسك داش ال او اسف قبل اي حاجة ال اس بلوك كده ها ايه اللي حصل عندك؟ خلاص الديسكات كلها رجعت تاني عبارة عن بارتيشنز عادية ما بقتش ايه او مش ظاهرة عندك كأنها ريد خلاص ولا كأن كان عليها ريد اصلا ولا تسمع عن الريد ده ولا كأن عدى عليها ريد اساسا. رجعناها كده حالتها الاصلية. تعالى بقى ان ايه تعالى ان ايه فورمات 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 فورمات. تعالى قبل الفورمات نمسح كل اللي عليهم ونبدأ من الاول افكرك يعني فاهم. تعالى نبدأ من الاول خالص وكأن ما كانش عليهم اي حاجة. فانا ممكن اقول كده دي دي لو انت جيت عملت كده بالمناسبة اف ديسك داش ال وتعالى نختار اي واحد فيهم كده ديف اس دي بي مثلا ها شايف البارتيشنز ايه اللي موجود عليها او اسف شايف الديسك اللي عليه اتنين بارتيشنز تمام كده. تعال امسح كل الكلام ده بقى خلينا نطير كل الكلام ده. دي دي كده انبوت فايل ديف زيرو اوتبوت فايل بتاعك ديف اس دي بي البلوك سايز سوى 1 ميجا كاونت مش محتاج اساسا 512 ميجا كده اكتب 512 ميجا مش محتاج يعني اضرب لي اول 1 ميجا بس اول 1 ميجا اضرب لي السوبر بلوك. لو جيت تقول له كده اف ديسك الام بي ار قلت لك اول 512 كيلو بس فاكر. فانت لو ضربت اول ميجا يا ضربت اكتر من اللازم كمان تمام كده. ال اس بلوك عندك كده اس دي بي وعندك فاضل لنا مين كمان ها اس دي سي وعندك مين كمان يا سيدي واس دي دي وبرضه بالمره اس دي اي. لو جيت تقول له كده ال اس بلوك الديسكات اللي موجوده عندك ايه اللي حصل لها؟ خلاص بقت قرعه قلعناها هدومها بلط ما عادش عليها اي حاجه خالص تمام كده. طيب تعالى نعمل ايه؟ نبدا نكريت بارتيشنز ونتعامل معاها. بالمناسبه لو انت عايز تعمل ال في ام ممكن تعمل ال في ام على الديسك على طول او تعمل على بارتيشن في الديسك تاني زيه زي الريد بالظبط. لما تيجي تعمل ريد ممكن تعمل ريد على الديسك او على بارتيشن في الديسك. وقلت لك دي الميزه اللي موجوده في السوفت وير ريد عن الهارد وير ريد. الهارد وير ريد بياخد الديسك كامل لكن السوفت وير ريد بيعمل ايه؟ ممكن اخد بارتيشن واحد منه بس كده اخليه سوفت وير ريد تمام كده؟ طيب
ممتاز. تعالى نعمل ميكس، تعالى نعمل ميكس، شويه ديسكات على شويه بارتيشنز من ديسكات تانيه. تعالى كده مثلا اف ديسك سلاش ديف اس تي بي، وتعالى كده اقول له ان فور نيو. خلاص بقى بتهيألي احنا حفظنا. هعمله برايمري، البارتيشن بتاعنا خلي يديله رقم واحد من الفيرست سيكتور، وهخلي لي مساحته، يا عم هو اصلا مساحته كله 20، خلي لي مساحته 5 جيجا. خلاص كده بي عشان ابرنت البارتيشن تيبل. هتعمل لي بارتيشن هيبقى اسمه اس دي بي 1 ومساحته 5 جيجا، ممتاز جدا. هعمل رايت للكلام دون وهقول له كده بارت بروب، ممتاز جدا. بمناسبه لو انت قلت له بارت بروب من غير ما تحدد له الديسك، باي ديفولت هيروح يبص على مين؟ ها، هيعمل ريسكان لكل الديسكس اللي موجوده عندك ويشوف البارتيشن تيبل من اول وجديد. هيروح يشوف البارتيشن تيبل بتاع كل الديسكات اللي موجوده عندك. ها، لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟ تمام جدا. ال اس بلوك كده، يبقى انا كده عندي بارتيشن اسمه اس دي بي 1، ده اللي هستخدمه. وهستخدم معاه كمان مين؟ اس دي سي. تعال نستخدمهم كده. انا عايز بارتيشن، او انا اسف، انا عايز اخزن داتا، انا عايز اخزن داتا مساحتها 22 جيجا. انا عايز اخزن داتا مساحتها 22 جيجا. تعرف تخزن لي على اي حاجه من دول حاجه مساحتها 22 جيجا؟ ها، ينفع؟ اكبر مساحه ديسك فيهم 20. طب هتعمل ايه؟ قال لك والله استخدم ال ال في ام. تعالى يا عم نستخدم ال ال في ام كده. هقول له ايه عندي؟ تعالى كده نكبر الخط سنه. حلو قوي كده، صح؟ اهو. تعال هقول له كده الاول بي في كرييت. بي في كرييت هيحول البارتيشن اللي عندك ده لايه؟ ها، هيحول البارتيشن لايه؟ لفيزيكال فوليوم مش لوجيكال فوليوم. هيحوله، بص اسمه ايه اساسا؟ بي في كرييت. يا راجل يا ظالم، يا ظالم يا مفتري، هيحوله لوجيكال فوليوم ازاي؟ خلاص، يبقى هيحول البارتيشن او الفيزيكال بارتيشن لفيزيكال فوليوم. هقول له كده بي في كرييت، فين البارتيشن اللي عندك؟ اس دي بي 2، ومين كمان؟ والديسك اللي اسمه ديف، مين تاني يا عم؟ اس دي سي. اسف، اس دي بي 1. اهو شفت الغلطه، عنده اسم، عندي اسمه اس دي بي 1 اهي. ماشي، خلاص كده. بص لي ايه اللي حصل. قال لك فيزيكال فوليوم سكسسفولي كرييتد. يا الحمد لله، يبقى احنا كده قدرنا نعمل اول خطوه. اول خطوه كانت ايه؟ حول من بارتيشنز لفيزيكال فوليومز. طيب الخطوه الثانيه هقول له كده في جي كرييت. في جي كرييت وكريت مين يا عم؟ الفوليوم جروب، هضربهم في الخلاط. بالمناسبه قبل ما تعمل في جي كرييت، لو عايز تعرف فين الفيزيكال فوليومز اللي عندك، ممكن تقول له كده بي في اس، بي في سكان. بي في سكان هيروح يبص على مين؟ على كل البارتيشنز او الديسكس اللي موجوده عندك، ويشوف مين فيهم اللي ايه؟ ها، شوف مين فيهم اللي ايه؟ اللي عباره عن ها فيزيكال فوليوم. تمام كده؟ طيب في عندك كمان بي في ديسبلاي. بي في ديسبلاي ده بقى يعني بص هيديك معلومات بالتفصيل الممل. بص لي كده بي في اس بيديك ايه؟ معلومات بسيطه جدا، زي مين هو الفيزيكال فوليوم ده، وهل هو ممبر في فوليوم جروب ولا لا، ولو هو ممبر هيجيب لك اسمه. تمام، وشويه اتريبيوتس هنتكلم عليها كده كمان شويه. وعندك الفيزيكال، او اسف، السايز بتاعه قد ايه، السايز بتاعه قد ايه، والفري كام ميجا ولا كام جيجا فري منه. بص قال لك انت عندك ده وكله فري، وعندك ده ب
بس اللي فاضي منه كام؟ 64 ميجا. طيب لو قلت له، لو قلت له كده بي في ديسبلاي بقى، بيجيب لك ايه؟ كل معلوماته بالتفصيل اهو. هيقول لك عندك بقى ايه؟ ديف اس دي سي از ا نيو فيزيكال فوليوم، ومساحته 20 جيجا، واداك تفاصيله مساحته قد ايه، هل هو ممبر في اي فوليوم جروب؟ لا فاضي، معناه ان هو لسه ملقاش اي حد يبقى ممبر منه يعني. طيب ينفع تالوكيت منه مباشره الوكيتابل؟ بقول لك لا، وده طبيعي جدا، لان انت لما تيجي تالوكيت هتالوكيت من الفوليوم جروب نفسه، اللي هي الخطوه اللي بعد اللي جايه، تمام كده؟ طيب الالوكيتد، هل في اي فيزيكال اكستنت، هل في اي فيزيكال اكستنت الوكيتد؟ هو اصلا لسه ما عملهاش، ده هو بيعملها اصلا لما تيجي تعمل ايه، لما تيجي تعمل الفوليوم جروب. طيب تعال نعمل الفوليوم جروب كده، هقول له في جي كرييت، سميها مثلا داتا، والداتا دي بتتكون من ديف، كان عندي اس دي بي واحد، ومين كمان، وديف اس دي سي اهو. قال لي خلاص يا عم، انا كده ضربتهم لك في الخلاط، انا خدت الفيزيكال فوليومز اللي عندك ضربتهم في الخلاط وعملت لك بنجاح مين، ها الفوليوم جروب اللي اسمها داتا. طيب لو جيت اقول له كده في جي اس، في جي سكان، ها هل داتا بقت موجوده؟ هل داتا بقت موجوده؟ اه موجوده اهي. مساحه الداتا دي قد ايه؟ تقريبا 25 جيجا اللي عندك، تقريبا ال 25 جيجا، تمام كده؟ في مشكلة؟ هل في أي أو في لوجيكال فوليومز ممبر منها؟ ها؟ هل في أي لوجيكال فوليومز منها؟ لا صفر. طب كم في فيزيكال اكستنت، كم فيزيكال اكستنت بيكونوا داتا دي؟ قال لك اتنين، صح. أنا لما جيت عملتها استخدمت ده واستخدمت ده، أهم اتنين أهم. حاليا هل في أي لوجيكال فوليوم جزء منها أو معمول منها او متاخد منها؟ لا. طيب كلام جميل، كنت اقول له كمان في جي ديسبلاي هيديك بيانات بالتفصيل الممل برضو اهو يا عم. قال لك والله انا عندي فوليوم جروب اسمه داتا، خلاص بص لي كده على حاجه عايز اوريها لك، اللي هي ايوه اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي ايه الفيزيكال اكستنت سايز. بص لي مساحتها باي ديفولت مساحتها كام، ها 4 ميجا. طيب بص لي كده عندك كام اللوكيتابل فيزيكال اكستنت وكام فري، او اسف كام اللوكيتد الاول، التوتال كام، ها بص عندك الاجمالي كام، 6398. هل في اي حاجه اللوكيتد ولا لسه ما عملناش اي حاجه خالص، لسه زي ما هي فاضيه صحراء، فما فيش اي حاجه اللوكيتد. طيب بص لي كده الفري او الالوكيتابل بالنسبه لك، الالوكيتابل معناها اللي انت تقدر تعمل لها الوكيت، اللي تقدر تستخدمها يعني، تمام. بص لي كده مساحتها قد ايه اهو، نفس الرقم ده، لان لسه ما حجزتش اي حاجه، خلاص كده. طيب تعالى بقى نكريت الايه، اللوجيكال فوليوم. طيب عايزين نكريت اللوجيكال فوليوم، بالمناسبه انت بمجرد ما عملت الفوليوم جروب، لو جيت تبص كده تحت ديف هتلاقيه اتكريت باسمه كده، ها ديف، لسه ما اتعملش، لسه ما اتعملش. لما اتكريت اللوجيكال فوليوم نفسه، لما اتكريت اللوجيكال فوليوم هوريها لك دلوقتي حالا في الخطوه دي، ممكن اقول له كده ال في كرييت، ال في كرييت ممكن تستخدم معاها السايز بتاعها قد ايه، ممكن تستخدم معاها النيم كمان. طب يا عم انا مش حافظ الكلام دون، مش حافظ الكلام ده، اسهل طريقه ليك تعمل ايه يا عم، مان ال في كرييت حبيبك اهو، فاكر المان، شيفت وجي كده انزلي تحت وهتلاقي في عندك اكزامبلز هنا بقى، ايوه الحاجه اللي الحاجه الخامسه اللي كنت بقول لك عليها، فاكر الخمس حاجات اللي كنت بقول لك هوريك الكاش وهوريك شويه حاجات كده في ال في ام ادفانسد، الثين بول اهو، دي الحاجه الخامسه اللي كنت ناسيها، طب هعرفها لكم برده ان شاء الله يعني ما تقلقش. طيب تعال نطلع بس كده الاول الاكزامبلز كده، لاول الاكزامبلز اهون،
بص الاكزامبلز هتدلعك يعني، وهيقول لك السناب شوتس كمان في اكزامبلز ليها والله يا ابن حلال يعني. خلاص طيب نعمل ايه يا سيدي، نعمل ايه، فين فين فين؟ بص يا سيدي الاكزامبلز اللي جايبها لك هي حلوة ووحشة في نفس الوقت. الاكزامبلز اللي جايبها لك هي حلوة ووحشة في نفس الوقت. خلاص كده؟ ليه؟ لأنه جايب لك فيها شوية اختصارات غبية قوي زي ال ده معناها ايه بالظبط يعني. بص لو انت بصيت لها كده ممكن تفهم ان معناها اللينث او السايز بتاعها قد ايه. بس انا بفضل، انا عن نفسي انا شخصيا بفضل لما اجي استخدم حاجة هيومن ريدابل فورمات يعني، حاجة افهمها كبني ادم. خلاص كده؟ ماشي؟ فانا بحب دايما استخدم بدل ما اقول له داش ان وداش ال واقعد اعذب الناس معايا، ممكن اقول له كده داش داش سايز، السايز بتاعه كام يا عم؟ ها 22 جيجا. خلاص كده؟ داش داش النيم بتاعه، ها سموهولي مثلا يا عم اوراكل، هستخدم ده للاوراكل داتابيز مثلا، من الفوليوم جروب اللي اسمه داتا. تاني اهو قلت له انا عايز اعمل لوجيكال فوليوم مساحته 22 جيجا، واسمه اللوجيكال فوليوم ده هيكون اسمه اوراكل، واللوجيكال فوليوم ده هيتكريت من الفوليوم جروب اللي اسمه داتا. لو جيت تقول له كده دلوقتي في جي اس، فاكر في جي اس؟ بص لي كده كام لوجيكال فوليوم اتكريت منه؟ ها طب بص لي دلوقتي المساحه الاجماليه زي ما هي، بس بص الفري بقى فاضل منه كام؟ الفري بقى فاضل منه كام؟ 3 جيجا، لاني استخدمت كام منه؟ 22 جيجا. طيب كلام جميل. طيب لو جيت تقول له كده الفي اس، الفي سكان او لوجيكال فوليوم سكان، هيقول لك انا عندي لوجيكال فوليوم، تعال نصغر الخط كده سنه عشان يبقى يطلع الناتج بس ظاهر شويه، اقول لك انا عندي لوجيكال فوليوم اسمه اوراكل معمول او انت مكريته من الفوليوم جروب اللي اسمه داتا، ومساحته كام يا سيدي؟ ها 22. بص لي كده لو جيت تقول له كده ال اس سلاش ديف، هتلاقي دلوقتي اتكريت فولدر جديد اهو. بص لي كده ده ما كانش موجود من شويه، تعالى كده نطلع فوق شويه فين، بسم الله الرحمن الرحيم، كنا لسه شايفينه حالا اهو، ما كانش موجود من شويه حاجه اسمها داتا. بص لما كريت لوجيكال فوليوم ايه اللي حصل؟ اتكريت كده دايركتري وهميه باسمه اسمها داتا، وهتلاقي فيه فايل لو جيت تقول له كده ال اس داش ال اتش، ها سوفت لينك فايل اهو بيشاور على ديفايس مابر، وهكلمك على الديفايس مابر ده كمان شويه بعد ال في ام على طول، هكلمك على الديفايس مابر. خلاص الحاجه اللي بتخض الناس واسمها كل شويه الناس مش عارفه او مش مقتنعه ايه موضوع الديفايس مابر ده وده ليه مهم وكلام من ده، هكلمك عليها برضو. تمام كده؟ طيب من هنا وجاي بقى لما تيجي تتعامل مع اللوجيكال فوليوم ده هتتعامل مع مين؟ ها مع ديف داتا اوراكل. تعالى كده يا سيدي ممكن اقول له كده من اول هنا بقى، ممكن اقول له كده قبل ما اعمل فايل سيستم ممكن اقول له كمان ال في ديسبلاي، ال في ديسبلاي بص لي كده فين اوراكل اللي انا كنت لسه عامله من شويه، فين اوراكل، فين 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 اهو، امسك اهو يا سيدي، قال لك انت عندك لوجيكال فوليوم اتكريت اسمه اوراكل. خلاص وده ال في باث، والفوليوم جروب هو معمول من الفوليوم جروب اللي اسمه داتا. خلاص الحجم بتاعه 22 جيجا. بالمناسبه كمان فاكر في جي ديسبلاي، في جي ديسبلاي بص لي كده عايز اوريك حاجه هنا، راحت فين؟ هنا اهو في الجزء ده. بص لي كده فاكر من شويه الالوكيتد كان كام؟ كان 0 سلاش 0. بص لي دلوقتي الالوكيتد بقى كام؟ طب بص لي الفري بقى كام؟ لو جمعت الاثنين دول مع بعض هيطلع لك الناتج ده في الاخر. اعتقد حاجه منطقيه. ها؟ اعتقد حاجه منطقيه مش محتاجه اي اختراع. ها؟ حد عنده اي مشكله كده؟ ها؟ جميل. تعال بقى نكريت فايل سيستم، الحمد لله احنا كده عرفنا ايه اللي بيحصل. ال في اس تاني
موجود اهو. فري 2.99 تقريبا 3 جيجا اهو، لو بصيت كده اهو. تمام. طيب تعالى كده اقول له mkfs دوت وليكن ext4 سلاش dev data oracle. ما يجيش واحد بقى، خليك فاكر، ما يجيش واحد يتهبل في دماغه ويكريت لي فايل سيستم على مين يا معلم؟ ها على البارتيشن نفسه. ما لقيش واحد راح رايح على ديف اس دي بي اس دي بي 2 ولا اس دي بي 1 وراح عمل لي فايل سيستم. ده كده واحد بقى بي ايه بيقول اي كلام كده، واحد بيعك احلى عك، ده كده بيعك خلاص. يبقى الريد والال في ام بمجرد ما تكريتهم مالكش دعوه بالايه، بالاندرلاينج ستورج اللي موجوده او الستورج اللي تحت. خليك بص على اللي فوق بقى من هنا وجاي، تمام كده. طيب كلام جميل. بعد كده ممكن تبدا تعمل ماونت بقى. تعالى كده مثلا امام الام كي داير سلاش اوراكل، بعد كده ماونت سلاش ديف داتا اوراكل، حطها لي فين يا عم؟ في سلاش اوراكل دي اف داش اتش. ها موجود، موجود اهو. تمام، ها وضحت. حد عنده اي مشكله في الموضوع دون؟ ها يبقى كده اعتقد ال في ام كايه، كاي بي سي بس كده، ال في ام كاي بي سي فقط اعتقد. الحمد لله يعني الدنيا واضحه الى حد ما، يعني الدنيا واضحه كتير يعني. طيب كلام جميل. ماشي. لسه ايه تاني يا سيدي ممكن نتكلم عليه في ال LVM دلوقتي؟ كان في حاجة كنت عايز اقولها بس ناسي كانت ايه. بصلي كده، في حاجة كده كنت عايز اعملها اللي هو حاجة مخصصة بس كده، او سيشن بس للترابل شوتينج. لا لا لا، الديفايس ما بره هديها بعد ال LVM، بعد نهاية الموضوع كامل. ال LVM هناخد فيه 3 حصص يعني، انا واستفيد فيه بالذات موضوع الكاش بتاع ال LVM او الهايبرد ستورج، ازاي تكمباين اس اس دي مع ديسك عادي عشان تاخد اداء عالي جدا وفي نفس الوقت يبقى عندك ستورج مساحتها كبيره جدا. لو قلت له كده اي تي سي ال في ام ال في ام دوت كونف، مش هنا. طيب فين فين كنت عايز اوريها لكم؟ الله اكبر، حلو قوي. في حاجه برضو من الحاجات اللي هقولك عليها، ازاي لو انت غلطت مع ال LVM ورحت رايح ماسح كده فوليوم من غير ما تاخد بالك ازاي تعمله ريستور، تمام كده هوريها لك. بس اللي انا عايزك بس تكون واخد بالك منه ان ال LVM له ملفات كونفيجريشن الاول تحت فين يا عم؟ ها تحت اي تي سي. ملفات الكونفيجريشن بتاعت ال LVM تحت اي تي سي. طيب اول معلومه، اول معلومه عايز اقولها في الحته دي ايه؟ لو انت عندك ديسك كان عليه LVM، عندك ديسك، عندك سيرفر عليه 3 ديسكات، تمام كده؟ الديسك الثالث منهم كان عليه LVM، انت شلت الديسك الثالث تمام مفيش مشاكل، خدت الديسك التالت ده حطيته في اي مكنه لينكس، هل المكن او لو ما تحطه في المكنه الجديده دي هتعمل اوتو ديتكت لل LVM عندك؟ ها هل هتقدر تفهم ان في LVM فوليومز موجوده عندك؟ ايوه هتقدر لوحدها كده من غير اي حاجه، خلاص كده. طيب ليه الحكايه دي او ليه الحكايه دي هتحصل؟ لان في عندك ملف كده اسمه lvm.conf، الملف اللي اسمه lvm.conf ده هيقول للمكنه عندك وهي بتبدا يا حاجه
والنبي وانت بتبدأي كده اعملي سكان على ال LVM volumes اللي موجودة عندك، دوري على الفيزيكال فوليومز، ولو في فيزيكال فوليوم روحي شوفي هو ممبر في انهي فوليوم جروب، ولو في فوليوم جروب شوفي هل في اي لوجيكال فوليوم متكريت منه ولا لا. خلاص كده هتلاقي عندك كده شويه حاجات ممكن تتفهم، زي سكان هيروح يسكان مثلا في سلاش ديف هيبص عليه خلاص، وعنده شويه فلترز هنا موجوده ممكن تعمل لها ابلاي لو انت مش عايزه يسكان ديسكس معينه خلاص، وسيس اف اس سكان اف اس او سكان، وام دي كومبوننت ديتكشن هيحاول يديتكت الريت كمان خلاص. المهم المختصر المفيد من اللي انا بوريهولك دوم، او الحته المهمه اللي انا عايز اقول لك عليها، لو كان عندك ال في ام على ديسك والديسك ده موجود على سيرفر او على مكنه، وخدت ال او خدت الديسك ده كله كامل كده نقلته على مكنه تانية، المكنه التانية هتفهم ان في ال في ام موجود، وهتبين لك الديسكس من غير ما تقرب لها، اسف، هتبين لك الفوليومز اللي موجوده على الديسك ده من غير ما تقرب لها، هي اوتوماتيك هتعمل تشيك وتتاكد ان هي موجوده وهتعرضها لك. هيبقى بس كل دورك في الحياه ان انت تعمل لها ماونت لا اكثر ولا اقل. واضحه النقطه دي؟ ها واضحه. ليه الحكايه دي كانت بتحصل؟ لان ملف الكونفيجريشن بتاع lvm.conf بيقول لل lvm سب سيستم، ها يا lvm وانت بتسكن المكنه والنبي يا عم الحاج صباح الفل كده، شوف لو في اي فيزيكال فوليومز، ولو في فيزيكال فوليوم شوف الفوليوم جروبس، ولو في فوليوم جروبس شوف اللوجيكال فوليومز. من الاخر هيحاول يعمل اوتو ديتكت ويشوف لو في عندك لوجيكال فوليومز ولا لا. واضحه؟ طيب الحاجه الثانيه، طالما دخلنا في نفس النقطه دي، الحاجه الثانيه كل مره بتعدل على اي حاجه في ال LVM، ضفت فوليوم، مسحت فوليوم، غيرت حجمه سواء زدت للمساحه او شلت من المساحه، قلت له صباح الخير صباح النور، بيسجل الكلام ده عنده وبيحطه في باك اب في الفولدر اللي اسمه باك اب، والفولدر اللي اسمه باك اب لكل فوليوم جروب هتلاقي فيه ملف باسمها خلاص كده، وهتلاقي فيه كل التشينجز اللي حصلت متسجله في الملف ده. ومش كده وبس، ده التشينجز دي تمت امتى بالتفصيل الممل، ايه اللي حصل، ها سواء انت عملت اكستند او عملت شرينك او عملت اد لفوليوم او عملت ريموف لفوليوم، لو انت قلت له صباح الخير بالبلدي كده يعني، بص لي كده اهو، كرييتد افتر اكسكيوتنج ال في كرييت، بص 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 الحته دي كده، بص مش ده الامر اللي انا نفسي استخدمته، مش هو ده الامر نفسه، ها وبص لي كده، قال لك انا هعمل من انهي فيزيكال فوليوم وهيعمل ايه؟ هيعمل فيزيكال فوليوم اهو، بص لي كده من الاثنين دول، وبعد كده اللوجيكال فوليومز اللي اتكريتت، ايه رايك؟ بص عمل ايه؟ خد من اول واحد كام؟ خد ال 20 جيجا من اول ديسك عندك، او من البارتيشن، او من اللوجيكال فوليوم اللي كان موجود، اسف، من الفيزيكال فوليوم اللي كان موجود عندك. انا بقول لك انا عملت لوجيكال فوليوم اسمه من الفوليوم جروب اللي اسمها، او اسف، عملت لوجيكال فوليوم اسمه اوراكل من الفوليوم جروب اللي اسمها فين فين فين، عايز اوريها لك. الفوليوم جروب نفسها اسمها داتا اساسا اهيا، تمام كده. بيقول لك انا استخدمت الفيزيكال فوليوم البي في اللي كان موجود عندي، البي في واحد، عملت منه كام او خدت منه كام، ها 20 جيجا، وخدت من التاني ها كام جيجا؟ 2 جيجا، شفت؟ ها ايه رايك؟ طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انت في اي لحظه، وهوريك ديمونستريشن عملي المره الجايه ان شاء الله او اللي بعدها، ممكن تكون المره الجايه، ممكن تكون المره الجايه حسب الوقت يعني، هوريك ديمونستريشن كده بسيطه، لو انت غلطت في اي مره ورحت هوب بالغلط كده مسحت مثلا فوليوم، او ضفت عملت اكستند بالغلط، او عملت مثلا شرينك بالغلط، هل ممكن تريكفر الكلام دون؟ ايوه، من غير ما يحصل داتا لوس، من غير ما يحصل داتا لوس. ليه الحكايه دي؟ او ليه هتقدر تعمل حاجه زي كده؟ لان زي ما قلت لك، خليك فاكر ان كل حاجه فعليا بتتكتب فين يا عم؟ على اكستنت هنا. طب افرض انت قلت له احجز لي 2 اكستنت جداد او 3 اكستنت جداد بالغلط،
ينفع ترجع تقول له لا ما تحجزهمش؟ ايوه اهو. طب ينفع انت قلت له انا مش عايز استخدم التلاتة دول خلاص فبقت المساحة دي، ينفع تقول له قبل ما، طبعا قبل ما تكتب عليهم الكلام ده، قبل ما تكتب عليهم ها، ينفع تقول له لا 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 ده دي العملية دي غلط يا عم، ده انا مش عايز احذفهم، رجعني رجعني زي ما كنت المساحة كاملة. ينفع تعمل حاجة زي كده؟ ايوه خلاص كده. يبقى ممكن حد فيكم يسجل الحاجات اللي احنا المفروض نعملها، الاكستند للال في ام، شرينك للال في ام، ايه تاني، الكاش، الميرورنج، ازاي نسبيد الال في ام او نخليه اسرع، الثين بولز، السناب شوتس. يا ما شاء الله يعني ما شاء الله نتكلم في الموضوع ده حلو جدا. طيب اخر حاجه بس ناخدها النهارده قبل ما نمشي يعني، تعالى كده دي اف داش اتش، اعتقد ان كلكم عارفين تحطوا الكلام ده في الاف ستاب وتعمل اوتو ماونت صح ولا ايه؟ اعتقد دي بقت حاجه معروفه يعني، بقت يعني مش محتاج اقولها يعني صح. ممكن تاخد الكلام ده بقى تحطه في الاف ستاب عشان يبقى كل ما تيجي تعمل ريبوت او تعمل ماونت باليو يو اي دي صح ولا ايه؟ حد عنده اي مشكله في النقطه دي؟ حد عنده اي مشكله ان هو لما يجي يعمل ماونت يحطه في الاف ستاب وتبقى بيرمننت ماونت؟ طيب كلام جميل، طالما ما حدش اتكلم معناها الدنيا تمام. طيب تعالى كده نعمل دي اف داش اتش ام ماونت كده لسلاش اوراكل. لو انت عايز تريموف الفوليوم لو جيت تقول له كده ال في اس تمام، عايز اعمل له ريموف اقول له كده ال في ريموف لسلاش ديف داتا، ما عنديش الا واحد فهو اوتوماتيك اختاره. ها بيقول لي عايز تعمل له ريموف، هقول له ايوه. بص لي كده لو فتحت الملف بتاع الباك اب بتاعك لس اي تي سي ال في ام باك اب داتا، هتلاقي برضو العمليه دي ايه اللي حصل لها. ها ايه اللي حصل؟ هتلاقيه موجود برضو كاي كباك اب عندك تمام كده. طيب كلام جميل. بالمناسبة لو عايز تمسح الفوليوم جروب نفسه ممكن تقول له كده في جي ريموف الفوليوم جروب بتاعك. انت عندك اصلا اتنين فوليوم جروب، واحد عليه الاوبريتنج سيستم والتاني انا لسه مكانته اللي اسمه داتا، في جي ريموف عملت له ريموف. طيب كنت تقول له كده بي في، بي في ريموف لو عايز تحول الفيزيكال فوليوم ترجعه بارتيشن زي ما كان ممكن تعمل الكلام ده. كان عندنا اس دي بي واحد وكان عندنا ديف اس دي سي الاثنين خلاص كده. يبقى دلوقتي عملية عكسية، اللي انا عملته عملية عكسية، لو عايز تحول او ترجع الدنيا ها بدل ما هو كان، او انا كنت في الاول حولت من فيزيكال بارتيشن لفيزيكال فوليوم، طيب لو عايز تحول من فيزيكال فوليوم ترجعه فيزيكال بارتيشن تاني عادي ها، هتعملها ازاي؟ بي في ريموف تمام كده. يبقى في عندك كده مجموعة اوامر كده ثابتة عند الناس كلها، الفي كرييت الفي ريموف خلاص، بي في كرييت بي في ريموف، في جي كرييت في جي ريموف خلاص كده. اتنين لللوجيكال فوليوم واتنين للفوليوم جروب واتنين للفيزيكال فوليوم زي الفل. ضيف عليهم بي في اس وبي في ديسبلاي للفيزيكال فوليوم وفي جي اس وفي جي ديسبلاي للفوليوم جروب، وفي عندك ال في اس وال في ديسبلاي لللوجيكال فوليوم نفسه. ها واضحه؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته؟ يبقى احنا النهارده خدنا كام امر؟ ها كام امر النهارده كده لو جينا عدناهم؟ 2 4 6 12 امر النهارده، 12 امر بالظبط، 12 امر جداد لو جيت عدتهم معاك كده اهو. البي في معاه كرييت ريموف، نفس الحكايه مع الفوليوم جروب ونفس الحكايه مع اللوجيكال فوليوم، 2 في 3 ب 6 خلاص الحمد لله سهلين. ايوه مش عايز بس اضغط عليك في الـ في الـ في الـ في اللوجيكال فوليوم عشان بس ايه ما خدقاش يعني. طيب اعتقد ان كده كافي جدا النهارده والحمد لله. المره الجايه اللي هو بعد بكره ان شاء الله هيبقى يوم تقيل يعني، هيبقى يوم تقيل قوي في اللوجيكال فوليوم ده.
هناخد بقى شويه ممكن ناخد نصه مثلا المره الجايه، او يعني اكتر من نص المره الجايه. ممكن ناخد السناب شوتس رقم واحد، ازاي نريستور لو انا دخلت امر بالغلط اللوجيكال فوليوم، او انا مثلا مسحت اللوجيكال فوليوم عندي بالغلط، ازاي ريستوره. ايه تاني ممكن نتكلم على الثيم بولز كمان لو في وقت. هحاول احضر لكم سيرفر كده صغير يكون عليه ديسكين فيزيكال، تو فيزيكال ديسكس ومعاهم اس اس دي، ووريك الكاش. خلاص. ايه تاني يا سيدي؟ ماشي، اعتقد ان هيبقى كده كافي جدا المره الجايه ان شاء الله. طيب ان شاء الله المره الجايه اشوفكم على خير، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.